انا احمد ابراهيم من هنا من سكان المنطقه من عابدين في ساكن في حاره السقايين هنا في المنطقه يعني قريب. جاي النهارده بالصدفه بعد ما شفت صور الحاره هنا في على النت على صفحه عابدين. كنا من شهرين او ثلاثه كده كان بس موجود اليوفط اللي هي مرسوم عليها قدس عاصمه فلسطين وكده كان شكلها حلو. فاتفاجئنا بقى ان في رمضان كل ده اتعمل فنازل بالصدفه اصور برده في المكان هنا. يعني اقول للناس طبعا كلها كل سنه وانتم طيبين. وقبل ما اقول حاجه بس هو هنقول ان صاحب الفكره هو اسمه طه عبيد. صاحب الفكره وهو اللي رسم كل الحاجات دي اسمه طه عبيد مش انا خالص يعني. وانا اتمنى اشوفه يعني واعرفه اكيد. احب اقول ايه بقى في رمضان انا كنت كاتب حاجه صغيره كده عن رمضان كاغنيه راب عن رمضان. وبإننا بقى في المكان الحلو ده فحابب اقولها. هي بتقول اللمه الحلوه من العيله وكل في انتظار كبير وصغير مستني صوت مدفع الفطار وبعد الاكل بنحلي والفتره بنستريح بلبس بنزل مع جدي لصلاه التراويح وارجع لاصحابي من الحته وفي الضلمه نغوص طفي كل الانوار سيب نور الفانوس حلو يا حلو وحوي يا وحوي دي بدايه الطقوس اول مره استخدمه من بعد ما اشتريته تعبت كتير لفيت لحد ما لقيته ايوه هو ده ابو شمعه اللي كان نفسي فيه فريت من عيني الدمعه لما عينيا جت عليه ونقلب الطريق لملعب 100-100 ونقسم كام فريق للدورة الرمضانية والأهالي تتفرج من الشبابيك والبلكونات شوط باصي جون وترتفع الأهات دي ذكريات جميلة لا يمكن تتوصف وما باليد حيلة خلصت للأسف. هي الفكرة بس من الكلام ده إن هي نحاول نرجع بقى ذكريات رمضان بتاعت زمان. وكل سنة طيبين. هو الرسمات دي اللي عاملها واحد اسمه ابتدى طه وطه ده جايب ناس يرسموها وعشان تبقى الحارة حلوة عشان يبقى رمضان حلو والحياة كلها حلوة وعشان العيال يفرحوا ويلعبوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه ويجروا ونلعب عشان في العيد نتفسح ونعمل كل حاجة والنور بقى والزينة والحاجات دي أنا هو اللي عاملها. حارة فضة حاجات جميلة جدا أول السنة دي وأحدث أول مرة تحصل السنة دي فيها اللي في قلبي يعني طبعا بيت ربنا مفيش أجمل من كده بيت ربنا أجمل من الصور كلها وياريت تفضل على طول كده ياريت مصر كلها تبقى كده.